صراحة حطوا لنا المات صعيب اخويا، المات ديال 2006 مع 2007، المات طويل بزاف. قلت بقيت خدمت 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 واخا تقرا حياتك كاملة، حاط لنا واقيلا غلطة واقيلا حطوا سيونس مات ولا شي حاجة. دوا كمان الاخر خصهم يديروا لنا حل هذا المات، راه كلشي راه تقريبا راه غنسقطوا بسبب هذا المات هذا اللي داروا لنا الصباح. بزاف على هذا المات هذا، اعداد عقادية بقى واحد فيهم خصو واقيلا هو الشهر هو تيقاد في ديك الداله اللي قاد الامتحان، الشهر هو تيقاد في ديك الداله الحجر الصحي دخلوا للدار بقى عطاها للدوال، بقى تيقاد لنا في الدوال. لا الفيزيك تا هو اخويا الفيزيك، ولكن باش ما نديروش الفيزيك حطوه في المتناول شويه، مش على عكس الماط. الماط اخويا حطوه باش ما نكونوش حنا فهمتيني، الماط اخويا حطوه صعيب بزاف من الاخر، داروا لنا حل هادشي. والله تا وجدت اخويا بالربا، لونجلي اخي وجدت عرفت ليها كلشي، ساهل لك شي. ناشط وناشط اخويا، راه كثرت الهم كتضحك، شنو غنبقى جينا نبقى نبكي على شي حاجه ما كايناش. دوزت المات دوز نجي في اقل من 10 غنبقى نبكي، صافي راه داز، سير عوض السيونس، سير خدم شي سيونس عوض فيها غدا وصافي. وحتى ما عرفتش هذاك اخونا شو يكون عنده الحجر الصحي يبقى يقول لنا خرجوا الدواء ديال كورونا ولا شي حاجه، يقدر يحطوا ما يقدر يحطوا بحال داك الشيء اللي حطوا ديك الماط، يقدر يقول لك قول لي الدواء ديال كورونا بحال داك الشيء. ما كانوش في المستوى نيش الماط، اكثر هي الماط ما دخلنا ما فهمنا والو، ديك الداله حطوا علينا بحال 2015 وكان ساهل عليه شويه، كي هذا ما عرفت كيفاش داروا ليه وصح، يقول كان خرجوا الدمياطي حتى هما وما قدروا لا ظروف لا حتى حاجه. انا 3 شهور وانا ساكن بعيد، ما كاينش كاع في السلعه، انا خارج العروبيه انا، اما عندي كي ندير، لكن لا ويفي لا حتى حاجه، انت عارف العروبيه كي داير. واخا الدروس ديال واش انت دوزت 3 شهور في الدار وغادي تعقل عليهم، وكاين شي واحد واخا يشوف عاوتاني في يوتيوب ما عنده كيفاش غيشرح، كاين اللي ما عمره شافتها، ما عمره كاين اللي ما دخلش كاع، كاين اللي ما دخلش كاع المدرسه، ولكن عاوتاني الغالب الله وصافي. اش نقول، ما شنو الاحساس ديالك في هذه الواقعه؟ حقره تحقرت نيشان، ما كتلقى ما دير. الحمد لله شويه، ولكن الماط هو اللي ما ضامنش راسي بمره. ما كاينش شي 17، ما كايناش داك 17، والله ما كاينه بالرب، الله يهديك من كاينه 17، 17 ما دايراش كاع، بنادم اللي قرر في الماط خارج كيبكي. الله يهديك من موجد، واش الجهوي جاي فيه 8 ماشي لا كتقول لهم موجد، نوجد صافي. دخلنا عادي صافي دوزنا، حنا كنا عوالين صراحه المطعينا من وجدوا فيه في الاخر، من جابوا لينا ديك الداله، والمشكل كان طويل، واخا تعيام الدوي كان طويل 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 بزاف، ما لقينا ما يدار صافي. لا المات شي شويه صعيب، المات شويه صعيب، ولكن زعما صافا كاين شويه الخدمه، والفيزيك زعما تا هو مزيان تحت داك الشيء في المتناول، الفلسفه سهله تحت لنا داك الشيء اللي بغينا. لا المات شويه صعيب فيه الخدمه وما كافيهش حتى تسوايع، حتى 4 سوايع يعني ما تقدرش تكفي كاع، الدوال صعب شويه. فوالا منتظر هذا الامتحان في الظروف هذه تكون فيها الصعوبه؟ لا 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 صراحه شويه مع ستريس في هذا الجو ديال كورونا، ما كيساعدكش انك تخدم اليز. فوالا التوقع ديال الامتحان ان شاء الله شي موسم ان شاء الله، داك الشيء اللي كنطلبوا. صافا عندي جاوي مزيان الحمد لله. ميرسي. الامتحانات ديال الصباح الحقيقة ما كانوش متناول، كانوا شوية صعاب، كانوا فاقوا التخيلات ديالنا، حنا ما كناش موجدين لهم. داك الشيء علاش كانوا حطوا لنا شي حاجة فوق النيفو ديالنا، بالنسبة لنا حنا اس في تي ما كانش خصهم يحطوا لنا داك الشيء في داك النيفو. كان حطوا لنا نيفو اس سيونس مات تقريبا. وبالنسبة للفيزيك داك النهار حطوا لنا داك الشيء صعيب علينا، أما اليوم في هكا الفلسفة حطوا لنا داك الشيء مزيان في المتناول ديالنا وخدمنا فيه مزيان وخرجنا. كانت الدالة طويلة بزاف، كان عدد عقادية عمرنا شفنا في حالهم. ولكن الدروس ديال الدورة الأولى صاحبي كيفاش؟ واخا الدروس ديال الدورة الأولى حطونا داكشي معقد، بحال دابا السيونس مات معقدين علينا حنايا، حطونا تقريبا في حالهم ولا كثر منهم كاع. السيونس مات حطوا لهم ساهل علينا ديالنا حنايا. أنت شنو التوقع ديالك؟ واخاي حتى أنايا نفس البلاني. هو راه مزنوم راه. جايبينش ما خدمناش مزيان في المات الصباح، تقريبا خدمت تحت المعدل. تحت المعدل ما نكتبش لك، واخا انا كنت نخدم مزيان مزيان، نخدم في القيصم، ولكن ملي جيت لهذا ما خدمتش مزيان.
المهم لا في العشيه هكا. المهم شويه خدمت الفيزيك نعرض عوضو ان شاء الله فيه يكون ان شاء الله. لا وصراحه في الصباح كانت دوزنا الماط كان شويه صعيب، وكان بنادم تيبكي وخارج مقلق وكذا طبيعه الحال ما خدمناش مزيان كاملين وصافي، ودرنا في راسنا ما درناش في راسنا داك الامتحان وصافي جينا دوزنا الفلسفه مزيان ودرس مزيان الحمد لله. الفلسفه تحطوا لنا النص على مجزوء الاولى ديال الوضع البشري خصوصا ديال الشخص، وصراحه ما شفتش انايا الاخر حيت كنت موجود غير الشخص هي اللي خدمتها مزيان، بان لي الشخص وانا نخدم انا نيشان تحت عليها. في الفلسفه زعما الفلسفه كانت اسهل حاجه هي فيها هي الوضع البشري خصوصا ديال الشخص والهويه، حيت الشخص والهويه كانت شويه ساهله تقريبا كلشي وجده حيت هي وحفظناهم ديكارت وشي وحدين ديكارت هيغل صافي هادشي اللي عندي. كان امتحان الفلسفه في المتناول كان مواضيع سهله وخصوصا موضوع ديال الوضع البشري اللي اغلبيه ديال التلاميذ كانوا كلهم حفظوه ووجدوه، دونك هضرت انا على الشخص بالخصوص الشخص بوصفه قيمه، هضرنا على بزاف ديال الفلاسفه كاين كانت هيغل شحال من واحد اي مبدا اخلاقي وصافي. وبالنسبه للصباح كان امتحان شويه صعيب طويل بزاف ومعقد بزاف، دونك التلامذة كانوا لقاو مشاكل بزاف، وبيسكو حنا كنا اصلا درنا التعليم عن بعد، دونك كانوا بروبليم كثار، ومعمرنا خدمنا دي زيكزارسيس ودي زيكزام مع لي بروف ديالنا وهادي، دونك نقولوا تعداو لنا هذا العام. كيقول لي ما نجحش في هذا الباك هذا ما عمرو ما دار فيه والو. واه كل واحد شي يقول. انا ما عرفت نجيك صراحه. حيت الدروس ديال الدورة الأولى يعني. واخا الدروس مي هذوك الدروس اللي درنا قبل ما نخرجوا من الحجر ما خدموش مع الاساتذه بزاف، دونك خصنا كحال تنخدموا تنخدموا على راسنا نعولوا على راسنا طريات هاد 3 موا كامله، دونك قول بحال خدم شي راسك بلا مساعده المدرسه، واخا داك الشيء ديال التعليم عن بعد ما مازالش شي قيمه هذاك الشيء اللي خدمتي انت. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.